آمين يا ربي وحسن مبارك. آمين ويغطي الديار لمبارك. آمين. حنا حابينك في الله حبيناك في الله، جيتي لبلادنا مرحبا بك، مرحبا. الله يحفظك. شفنا معك اللي ما عمرنا شفنا على بلادنا، الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدة ويرزقها الجنة. آمين. والله يخرجك سيرفيسك بخير، الله يجيبك على خير ويديك على خير. عبد السلام الواحد، هشام، سيما مهدي، كل شيء الفرقة ديالك، المختار، منال سلامي، كل الشباب حبيناك في الله. أحبك الله. مشيت نوطي عند سميرة بنتي قالت لي راه ميرا خرجوا. أنا أم سميرة. أنا أم سميرة. أنا هي رحيمة. أنا أم سميرة. هذيك سميرة. أنت شفتها. أنا في الطوبي. أنا لو قلتي لينا جيت أنا للبيت. جيت للوطي. جيت للبلدية. الحمد لله. ماشي خسارة. أجي لك للبيت. ماشي خسارة فيك. مرحبا بك. والله العظيم. مع كان سميرة تخبرنا نجي للبيت نسلم على الوالدة. وهشام راه بلادي انت، راه ولد بلادي انا، راه مشيت لواحد. عليك الطاكسي وجاية. انا مسلمة ضربت. الأخت سميرة كنا حنا جينا سلمنا عليها. مرحبا مرحبا بك سي هشام. شكرا شكرا شكرا, شكرا لأنك زرتينا إلى هنا، الله يكرمك والله. صوركم يا مرحبا ولقاء تبارك الله عليه، هذا هو اللقاء اللي كنت كنتمنى حياتي أنا درته معك. يا ربي. أنا تابعتك من نهار أول يوم درت رحلتك في المغرب. الله أكبر. وأنا معك إلى يومنا هذا. يا ربي. كيما مشيتي أنا معك وكان داعي لك بالتوفيق والازدهار والنجاح. شكرا لك. شكرا والله. والشبرة دخلني حدا أنا راه. القطعي وهذه آخر مرة سنزوره وهو منتهي في الواقع. في الواقع أنتم سترون، أنا الآن سأنطلق من هنا وسترونه في اللايفات من جميع المدن المغربية، يعني في الواقع من 75 والصحراء المغربية، لكن أمميا قاعدين عندهم ملف تصفية الاستعمار في اللجنة. جميع حياكم الله. عادة ما ننطلق من هنا في كل عام في هذا التوقيت، من كل عام ننطلق إلى ذكرى المسيرة الخضراء في مدينة العيون، نشارك إخواننا المغاربة هذه الفرحة. وهذه السنة جئنا باكرين لأن هناك مهرجان لنفس المناسبة، يعني ربما بدأت هي نفس النمط نفس الترتيب السنوي، اللهم أنه هذه السنة بدأ مبكرا، بدأت الاحتفالات والفعاليات مبكرة في مهرجان لقبيلة شرفاء بن أبي سبع، ونحن مدعوين إلى هذا المهرجان في بوجدور إن شاء الله سنكون هناك وسنزور العيون التي تبهرنا كل سنة ما شاء الله، يعني نغيب عن العيون سنة ثم نعود في السنة الذي تليها فنجد العيون قد تغيرت ونجد العيون قد تبدلت ونجد التنمية قد انطلقت في هذه المدينة ما شاء الله. الأقاليم الجنوبية بخير وهي من أجمل الأماكن التي ينبغي أن يزورها المغاربة أولا وغير المغاربة، بوجدور الداخلة العيون أمن أمان استقرار سيادة أمور في منتهى الروعة، يعني ربما أنكم سترون إذا الإخوة من وسائل الإعلام سيكونوا هناك أو عبر اللايف اللايفات في مواقع التواصل الاجتماعي سترون كل هذه الأمور. تهانينا لإخواننا المغاربة في هذه المناسبة العظيمة التي تهمهم جميعا وهي قضيتهم الأولى قضية الصحراء المغربية، وربما أن هذه السنة أو ربما نعود في العام القادم إن شاء الله وقد دبلوماسيا وسياسيا وأمميا قد سحب ذلك الملف لأن بوادر هذا الحسم وكأن خطاب الملك محمد السادس الأخير كان عبارة عن بداية النهاية، إعلان بداية النهاية دبلوماسيا وسياسيا لهذا الملف. أما في الواقع في الصحراء كما سترون سننطلق من هنا من أقادير وسترون بعد ساعات في باب الصحراء في قلميم وبعدها إلى عمق الصحراء إلى أن ربما نعدي إلى القرقارات وندخل إلى موريتانيا. تحية لكم. شكرا.